مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ النهارده هنبتدي ان شاء الله على الجزء الثاني من شابتر 6 متخلصه، بنتكلم فيه عن Nucleic acids and protein synthesis بارت 2. في الفيديو ده هنتكلم على كذا حاجه من خلال 40 questions، على دي ان اي ريبليكيشن، على الاكسبيرمنت الخاصه بالسيمي كونسرفاتيف ريبليكيشن تحت مسمى ميسلسون وستال اكسبيرمنتس، وكمان عن البروتين سينثيسيس، واخر حاجه على الميوتيشن. مش مهم الاسم بتاع مستر سانستال، لكن يهمني انها اكسبيرمنت خاصه بالسيمي كونسرفاتيف ريبليكيشن، اعمل كونفيرمينج ان فعلا الدي ان اي ريبليكيت باي ذيس ميثود. نشوف اول سؤال. Different tissues in a plant were supplied with radioactively labeled substance to identify which tissues were actively synthesizing mRNA. أنا عندي mRNA messenger RNA ribonucleic acid. Which radioactively labeled substances would be most suitable for this experiment? أحيانا بستعين ببعض ال elements radioactive elements من الكيمستري علشان أعملها labeling وعشان أستعملها في البايو. ليه؟ عشان أعمل tracing ل certain tissue. السيرتين تيشو ده عاوز اعرف، تمام كده؟ عاوز اعرف اعمل ليبلينج للديفرنت تيشوز امبلانت، اني في تيشوز زي مثلا تيشو اكس واي وزي، عاوز اعرف اني فيهم مور سينثيسايزنج للام ار ان اي، يعني بروديوسنج لسيرتين بروتين، انهي تيشو بالظبط؟ اوكي؟ اكس ولا واي ولا زي. طب اعمل ايه؟ اعمل ليبلنج ازاي؟ لازم اشوف حاجه في الاستراكشر الخاص بالام ار ان اي، وتبقى في الاستراكشر بتاع الام ار ان اي تبقى يونيك، تبقى مميزه للام ار ان اي. طب ايه مميز للام ار ان اي ويفصله تماما او يبعدنا تماما عن الشك في الدي ان اي يبقى مختلط معاه او ميكس او كونتامينيتد معاه؟ انا عاوز ام ار ان اي ليبلنج وعاوز اعمل تريسنج ليه، استعمل يا ترى ادينين ده most suitable، ما الأدن المشترك ما بين الدي ان اي والار ان اي ما ينفعش يبقى دي. اوكي، طب رايبوس، ده يونيك للار ان اي، ينفع معانا الرايبوس شوجر. طب الان اورجانيك فوسفيت جروب موجود في كل النيوكليوتايدز، بالاضافه موجود كمان في الاي تي بي، موجود في كل النيوكليوتايدز سواء خاصه بالار ان اي، الاي والجي والسي واليو، والدي ان اي اي والجي والسي والتي. عشان كده ما تنفعش اعمل ليبلنج بالفوسفيت جروب للبي او الاو اللي داخله في تركيب الفوسفيت جروب، ما ينفعش. ينفع يوراسيل؟ ده يوراسيل ده مميز للار ان اي، ينفع ان يكون مميز للار ان اي، يبقى الليبلنج بتاعي يعني ممكن استعمل ليبلد شوجر بنتوز شوجر ريبوز او يوراسيل كناتروجين سبيس، يبقى 2 و4 معانا، يبقى الانسر سي. اوكي يا شباب، ناخد نمبر 2. السؤال اللي بعديه: A section of DNA molecule has a coding sequence اللي قدامنا AGG CAA TG GC. نعدهم كده مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول 10 ايه؟ 10 bases. ال 10 bases دول من strand واحده. طب الدبل بتاع الستراند دي عباره عن ايه؟ ال A يقابلها T وG يقابلها C وG يقابلها C وC يقابلها G، والA يقابلها T والA يقابلها T والT يقابلها A والG complementary مع C والG مع C والC مع G. اوكي؟ طيب انا عملت كده الدبل ده السكشن بتاع الجين. قال لك هنا which statements are correct. This coding sequence contains three pyrimidines. السيكونس ده بس من قبل ما اعمل له دبلينج. هل السيكونس coding sequence ده contains three pyrimidines؟ مين هم البيراميدنز يا شباب؟ البيراميدنز عبارة عن نيتروجينس سبيسز containing one ring one A ring. مين هم؟ T و C. طب يا ترى السيكونس ده الأصلي الأوريجينال اللي جابولي في الإكزام في كام بيراميدنز؟ ها ال T و C هدي كده كام T وكام C؟ أدي 1 C 2 T والثيرد 1 C، يبقى عندي ال C وال T وال C، عندي 3 فعلا، عندي 3 بيراميدز. طيب سوري، ذا دبل ستراند دي ان ايه لما اعمل دبلنج للسكشن ده، ها اوف ذا سكشن كونتينيوس 26 هيدروجين بونز. نشوف مع بعض، انا عارف ما بين الاي والتي دبل هيدروجين بوند 2 هيدروجين بوند، ما بين الجي والسي 3 هيدروجين بوند،
3 هيدروجين بوند. خلاص اقدر اعدهم؟ اقدر. طيب نعد كده ببساطه، نعد كام A مع T او T مع A؟ ادي 1 اوكي، ادي 2، ادي 3، ادي 4. يبقى عندك 4 عباره عن A دبل بوند 2 هيدروجين بوند مع T. طيب عندك ما بين الجي والسي كام؟ ادي 1 بير، 1 بيس بير، سكند بيس بير، اوكي دي ودي، ادي كده السكند تمام كده، وكمان الثيرد، الفورث، الفيفث، السكسز. يبقى 6 تايم جي 3 هيدروجين بوند مع اي مع سي، ادي 3 هيدروجين بوند مع سي. ها نعرف نعمل ملتبلاي، يبقى 4 تايم 2 يكوال 8، يبقى النمبر ده 8. و 6 تايمز 3 ادي 1 ادي 2 ادي 3 يكوال 18. 18 بلس 8 يكوال 26. طب هو ايه الكام؟ 26. يبقى الجمله الثانيه تمام مظبوطه. طيب the double stranded DNA of this section has 220 sugar phosphate bonds. في 20 sugar phosphate bonds. double stranded ده sugar phosphate. طب هو sugar phosphate من الفيديو بتاع امس، يا ترى شوجر فوسفيت بيتكون ازاي؟ لو كان عندك نيكلوتيد عامله كده الشكل ده كده بالمنظر ده، ادي الشوجر بنتوز شوجر من النوع ال دي اوكسي ريبوز، فعندك هنا كربون نمبر 1 شبكه مثلا سي بعدين ايه دي 1 ودي 2 سكند ودي 3 ودي 4 ودي الفيفث، صح كده؟ الفيفث هنا شبكه فوسفيت جروب. طبعا هنا هو ادي شوجر فوسفيت دي بوند، عشان تشبك في الثانيه في بوند كمان هنا هو، تبقى عامله كده شبكه كده مع شكل الحله اللي احنا قلنا عليه، عامل كده المنظر ده صح كده. وادي كربون نمبر اي 5 اهي، وادي فوسفيت جروب ثاني. ايه ده؟ ما بين كل نيكلوتايد او شوجر وشوجر ثاني في فوسفيت جروب، يبقى الشوجر فوسفيت بوند ادي دي كده شوجر فوسفيت بوند. طب ما هنا في شوجر فوسفيت بوند، يبقى ما بين نيوكليوتايد والثانيه في 2 شوجر فوسفيت بوند. يبقى عد بقى معايا، هل هم يطلعوا 20؟ نعد كده، ما بين ال A وال G في 2، وما بين ال G وال C 2، صح كده؟ and so on. كده واضح الرقم يبقى كبير. دول عددهم، عددهم كام يا اولاد؟ دول عددهم 10. هنا ما بين كل واحدة والتانية 2، يبقى 2 تايم 9 ايكوال 18. طبعا الستراند التاني ايكوال 18. ايه ده؟ ده معناها ايه؟ معناها 36، يبقى مش 20. يبقى ما تنفعش 3 معانا كانسر، ما تنفعش. اوكي؟ عرفتها ازاي؟ بالبوندنج بتاع كل نيوكليوتايد ما بين شوجر وفوسفيت. ما بين الشوجر والفوسفيت ادي فيه بوند، ما قاليش فوسفودايستر بوند. ده كده قال لي شوجر فوسفيت بوند، ادي 1 ادي 2. ما بين كل نيوكليوتايد باعتبار دي كده نيوكليوتايد، واللي فوقيها نيوكليوتايد ثانيه خالص. اوكي اند سو اون. طيب نكمل كده مع بعض، يبقى الانسر 1 و 2 معانا، 1 و 2 معانا، يبقى الانسر بي. اوكي؟ طيب. نشوف السؤال اللي بعديه على الدي ان اي ريبليكيشن سيمي كونسرفيتيف ريبليكيشن. نشوف مع بعض. The diagram shows the possible organization of DNA molecules after one replication. واضح ان الدي ان اي قال لك which organization is correct من الاي بي سي دي. عندك الدي ان اي بتاعنا معروف انه هايبريد. يعني ايه هايبريد؟ واحد اوريجينال ستاند تمام كده act as template والتاني complementary هايبريد، اقدر اقول عليه هايبريد. لما يحصل replication مفروض بطريقه السيمي كونسرفيتيف ريبليكيشن كل ستراند يبقى كونسيرف اتس اي سيكونس اوف نيوكليوتيدز، وينفصل الداركست عن الاي لايتست، يبعدوا عن بعض. طب انهي شكل يعبر عن السيمي كونسرفيتيف؟ هل ده؟ طبعا لا، ده كروهات خالص، ما ينفعش. اوكي؟ طيب ده جي، طب اشمعنى ابتديت من دي؟ نبتدي من ايه؟ ها برضه ما ينفعش. طيب بي ان الدارك حافظ على نفسه وعمل واحد دارك زيه؟
طب كده مش هايبريد، وكل الدي ان اي لازم هايبريد. يعني ايه هايبريد؟ يعني واحد اوريجينال اكت اس تمبلت والتاني نيولي فورمت من الميديم اللي عايشه فيه السل، يبقى ما ينفعش بيه برضه. من هنا مش سيمي كونسرفيتيف، هنا كونسرفيتيف حافظ على تكوينته كامله، ما ينفعش. طيب هنا واضح ان انفصل سي اكس واي، سي او بلاش اكس واي عشان ما نفتكرش انها كروموسومز، خلينا سي مثلا 1 و 2. يعني انفصل 1 و 2، ادي انفصل ال 1 عن ال 2. ال 2 عمل ايه؟ كون ايه؟ من ميديم كومبلمنتري لي. طيب والنيولي فورمد الثاني ده كون كومبلمنتري لو 1، يبقى ده يعتبر هايبريد وده هايبريد زي البيرنت دي ان اي. يبقى الانسر سي، الانسر سي، ده سيمي كونسرفيتيف ريبليكيشن. نكمل كده يا شباب السؤال اللي بعده. How many statements are true for semi-conservative replication of DNA in prokaryotic cell? اتفقنا ان MCQs بتتقري twice. How many statements are true for semi-conservative replication of DNA فين؟ Prokaryotic cell. زي مين prokaryotic؟ زي البكتيريا. طيب the process of semi-conservative replication that takes place in bacteria takes place inside cytoplasm, right? Right? ما عندهاش nucleus. حقها. طيب ان ادينين نيوكليوتايد ال A will line up against يروسيل on the template strand. يعني لما اجي اعمل دي ان اي ريبليكيشن للبكتيريا، يا ترى الادينين بيسبير مع اليروسيل؟ ده انا بعمل ريبليكيشن لمين؟ للدي ان اي. هل اليروسيل داخل في تركيب الدي ان اي؟ طبعا لا، يبقى تو مش معانا. Each new DNA molecule contain one strand from the parent molecule. طبعا one strand from parent molecule من mother cell. طبعا one strand. طيب يبقى 3 تعتبر معانا. If the parent molecule contained 40% guanine nucleotides, each new DNA molecule will contain 20% guanine nucleotides. طبعا لا، نفس يا اولاد السيكونس هو نفس البرسنتج في البيرنت سيل، هتطلع هي. بمعنى السؤال اللي فات لو هنا 40% في السامبل كلها بتاعت السيل دي، عشان كده 40% جوانين، هيطلع هنا 40% جوانين، وهنا في الاذر سيل 40% جوانين. نحتفظ بالبرسنتج. اوكي، على فكره الكلام ده مميز لكل سبيسيز. الهيومن مثلا عنده فيكسد ريشيو او برسنتج من الجوانين، يقابلها سيم كونسنتريشن او سيم برسنتج اوف سيتوسين. فلو كان 40 جوانين يبقى 40 سيتوسين، يبقى بقى الاي والتي 20 وقيمه الاي 10 وقيمه التي 10 برضه. دي بتيجي في شكل بروبلمز خدناها في فيديو تاعس، فهمنا القصه بتاعت الجوانين دي يعني. يبقى ما ينفعش تبقى فور معانا، ما ينفعش. لازم لو ابتديت بجوانين في المذر سيل في الاوريجينال مولكيول اوف دي ان اي، النيو دي ان اي يحتوي على نفس البرسنتج مش الهاف بتاعها. اوكي؟ طيب يبقى معانا الانسر 1 و 3، 1 و 3. 1 تنفع معانا. وان تنفع معانا و 3 تنفع معانا، يبقى 2 2 2 statements right. اوكي correct. يبقى how many statements are true؟ يبقى 2. يبقى الانسر بي، الانسر بي. اوكي يا شباب، طيب نكمل كده مع بعض. Which statements explain why DNA replication is described as semi-conservative؟ هو ليه ال DNA replication يعتبر semi-conservative؟ half of each original strand، يعني ادي كده ده original strand ودي original التاني. اوكي قال لك half of each، يعني half ده half ده كده مثلا is conserved in each new molecule of DNA. طبعا لا، طبعا لا، يبقى ما تنفعش. half of the base sequence، يعني الليترز الموجوده هنا مثلا A و G و C و T وكذا وكذا وكذا، نصهم conserved in each molecule of DNA. طبعا لا برضو، عشان كده only one strand of DNA is used as template. يعني ده
نمبر 1 هو تمبلت والتاني تيشا مثلا لا 1 تمبلت و 2 برضو تمبلت يبقى ما تنفعش سي طيب نشوف the template for each new molecule of DNA is one strand of the original molecule لكل molecule formed due to replication يعتبر ايه يعتبر one من strand template صح كده من الاوريجينال جاي من الاوريجينال واضحه يبقى الانسر هنا the template for each new molecule of DNA is one strand of the original molecule هو فعلا one strand حافظ على نفسه باكمله كل الاستراند اوكي وكون يونيفورمد دي ان اي من السبستنس اللي عايشه فيها السيل الميديم يعني يبقى الانسر دي ادي المنظر بتاع الدي ان اي ريبليكيشن ادي تو ستراندز دبل هيليكس وفاكرين اللادر في رانجز رانجز يعني درجات السلم ايكوال ان اي ديستنس كل الديستنس دي ايكوال مع بعض ل 1 نيتروجينس بيس from pyrimidine base pairing مع one nitrogenous base from purine تعتبر double nitrogenous base عشان كده distance constant rungs ده بيسموه اللون الموف ده او البيربل ده بيسموه ايه skeleton sugar phosphate sugar phosphate sugar phosphate sugar phosphate صح كده؟ sugar phosphate sugar phosphate طيب السugar phosphate ده skeleton لكن اللي جوه base pairing in between طيب كل ستراند الاول بيتفك بالهيليكيس زي ما انتم فاكرين بيكسر الدبل بوند والتريبل بوند اللي هي ما بين الهيدروجين ما بين الاي والتي والجي والسي ده الهيليكيس انزايم ويعمل اكسبوز للتمبلت يبعدوا عن بعض وده بريبير التمبلت دول علشان نعمل ريبليكيشن فور ايتش تمبلت ستراند اوكي طبعا الدي ان اي بوليمريز هو اللي بيعمل التمبلت ستراند ويجي يعمل السراند الثاني يطلب مساعده من اللايجيز ليه بيكون السكند كومبلمنتري ستراند كومبلمنتري بيس بيرنج للسكند ستراند السكند تمبلت في شكل سكشنز اسمها اوكازاكي فراجمنتس ويجي يطلب مساعده اللايجيز عشان يربطهم مع بعض لان كل انزيم ليه سبيسيفيك اورينتيشن سبيسيفيك 3 دي دايمنشن يمشي دايما بيضيف في الاتجاه 5-C- ده الـ uniformed A strand يقف عند 5 تنكد يقف عند 5 مقابل 3 كتمبلت ده التمبلت strand اوكي ويجي يوم واقف قصاده على طول عن طريق حاجه اسمها بروموتر تنكد ويبتدي يضيف في الاتجاه 3- للـ uniformed strand ده الـ uniformed ده new strand طب لو طلبنا من الستراند الاخر هيطلب مساعده اللايجيز ليه؟ بيكون سيكشنز من النيوكليوتيدز ويعمل نيوكليوتيد فوسفودايستر بوند ما بين التو نيوكليوتيدز ويطلب مساعده اللايجيز انزايم. طبعا عرفنا القصه دي في الريبليكيشن. طيب the template for each new molecule of DNA is one strand of the original molecule. ده يعتبر original. ده يعتبر اوريجينال اللي هو اللون ايه البينك سوري او البيربل ده وادي نيولي فورمد وادي نيولي فورمد اصبح الدي ان اي موليكيول باكمله لما نعمل اكستنشن لكل الريبليكيشن الناحيه دي والناحيه دي هيطلع تو موليكيولز والاثنين هايبريد والاثنين يعتبروا ايه هايبريد زي البيرنت ما كان هايبريد قبل كده طيب نشوف كده مع بعض دي ان اي بوليمريز كاتالايسيس كوندنسيشن رياكشنز بتوين موليكيولز ديورينج سيمي كونسرفاتيف ريبليكيشن اوف دي ان اي ايه الرول بتاع دي ان اي بوليمريز انزايم؟ Which two molecules are joined by دي ان اي بوليمريز انزايم؟ يا ترى بيس اند بيس بيعمل جويننج؟ لا البيس مع البيس ده هيدروجين بوندز اوتوماتيكلي هي بتعمل هيدروجين بوند طالما على نفس الديستنس او على ديستنس مناسبه ينفع عن طريق البارشل بوزيتيف والبارشل نيجاتيف الموجوده على ال ان اتش والاو اتش الخاصه بالبيسز المختلفه اللي هم يعتبروا opposite to each other يكون هيدروجين بوند اوتوماتيكلي مش محتاجه مساعده بيس تو بيس لكن بيس اند نيوكليوتايد اصلا البيس هي من ضمن مكونات النيوكليوتايد ما تنفعش تكون انسر ولا تنفع دي تكون انسر نيوكليوتايد تو نيوكليوتايد ينفع يكون فوسفو اي فوسفو داي استر بوند بتبقى سترونج بوند نوع من انواع الكوفيلنت سترونج بوند
كونها الدي ان اي بوليميريز انزايم اوكي للنيولي فورمد ستراند وقت الريبليكيشن يبقى الانسر سي هو بيربط فوسفيت ان دي اوكسيرايبوز طبعا لا طيب مش دور نكمل كده مع بعض وات ار ذا برودكتس وين دي ان اي مولكيول ريبليكيتس ايه برودكتس ايه الفاينل ريزلت ايه جروس افكت في الاخر two molecules of DNA each made of paired sequence of bases هيكون two molecules of DNA yes each made of paired sequence of bases هل paired sequence of bases طبعا لا ده كده paired sequence of bases the bases G runs in between the two strands type two molecules of DNA each made of paired sequence of nucleotides nucleotides yes nucleotides طبعا paired sequence of nucleotides يبقى الانسر دي two strands of DNA each made of paired sequence of bases two strands ولا two molecules هي طبعا two molecules واضحة يا ولاد two molecules of DNA بيكون each made of paired sequence of bases طبعا لا احنا قلنا nucleotides يعني ايه nucleotides base يعني adenine guanine cytosine كان nitrogenous base دي معناها كده thymine لكن لما اقول nucleotide لا ده base مع sugar مع phosphate group كده مع phosphate A group ادي nitrogenous base صح كده وادي ادي oxyribose sugar هنا H بس وهنا OH يعني كده في كربون نمبر 5 ودي فوسفيت جروب كده نيوكليوتايدز سيكونس اوف بيرد اي نيوكليوتايدز دي تمثل الانسر بتاعي اوكي شباب لكن هل بيتكون 2 ستراندز اوف دي ان اي لا بيتكون 4 ستراندز 4 ستراندز اوف دي ان اي مش 2 4 ستراندز عالجنا الكلام ده قبل كده والكفر الخاص بالفيديو ده بصوا على الفرونت بيج بتاعته هتلقوا ان الدي ان اي بتاعنا لما حصل ريبليكيشن بصوا معايا هوريها لكم المنظر ده يا شباب اهو منظر معبر ده كده كروموسوم دوبليكيتد افتر ريبليكيشن افتر اس فيس من الانترفيس بص كده كل كروماتيد ادي كروماتيد اهو سيستر لده كل كروماتيد شايل 1 مولكيول اوف دي ان اي المولكيول ده فيه كام ستراند؟ 2 ستراندز هنا 2 ستراندز طب وهنا 2 ستراندز يبقى الكروموسوم الواحد كاري كام؟ 4 ستراندز 4 ستراندز كده يعتبر الكروموسوم الواحد كاري 4 ستراندز والمولكيول الواحد بيتكون من 2 ستراندز واضحه؟ فلما يجي لي في السؤال اللي احنا كنا بنعالجه دلوقتي بنحله مع بعض يجي لي يقول لي ايه؟ يقول لي انه 2 ستراندز اوف دي ان اي هيكونوا دي النتيجة بالذمة دي النتيجة طبعا لا مش تو سترانز مش تو سترانز يبقى هنا طبعا ما تنفعش تبقى سي ولا تنفع دي لازم تبقى تو مولكيولز تو مولكيولز اوف دي ان ايتش ميد اوف بير سيكونس اوف نيوكليوتايدز مش بيسس اوكي لو بصينا مع بعض ده سؤال في كلام شوية ذا تيبل شوز ذا رول اوف فور ديفرنت بروتينز انفولفد ان دي ان اي ريبليكيشن جاب لي كده دي ان اي اناليسيس وقال لي ده فيه ديفرنت بروتينز قد يكون البروتين ده شغال كانزايم زي هنا ايز وهنا ايز هيليكيس انزايم انوينز ذا بارنتال دي ان اي دبل هيليكس هو فعلا انوينز ده الرول بتاعه هو قايل لي كده توبو ايزوميريز بريكس اند ريجوينز ذا دي ان اي سترانز يعمل بريك اند ريجوينز ذا دي ان اي سترانز يكسر الدي ان اي سترانز ويعمل ريجون ليها تاني لو كانوا موجودين. طيب سنجل ستراند بايندينج بروتين لو عندك سنجل ستراند على طول يشبك فيه بايندينج بروتين. ليه يعمل ايه البايندينج بروتين ده؟ بايندز تو سيبريت الدي ان اي سترانز تو ستابلايز ذم يعني يخليهم سيبريت ما يخليهمش ريجوين تاني ما يخليهمش كومبلمنتري تاني ويعملوا دبل هيليكس تاني يعني يخليهم كده بعاد عن بعض. حتى لو خبطوا بعض عملوا هيتنج او كوليجن مش هيحصل بينهم بيس بيرنج حلو قوي ستابلايزنج اي بروتين ده طيب دي ان اي بوليميريز سينثسايزز ستراند اوف دي ان اي ده هو اللي بيصنع لك النيولي فورمد نيو ستراند اوف دي ان اي طيب ويتش شوز ذا فانكشن اوف ذيس بروتينز الهيليكيس بناخد الكولوم الاولاني بس وندور ايه جايد بتاعي عشان اكمل
يا ترى هالكيس adds DNA nucleotide to the three end of growing polynucleotide strands. احنا قلنا الرول ده بتاع ال DNA polymerase من شوية. مش بتاع هالكيس، هالكيس بيعمل بريك للهيدروجين بونز. مش دور؟ طيب فين بريكس الهيدروجين بونز؟ ولما يعمل بريك يا ترى يخلي السترانز ايه؟ يخلي ميكس سترانز افيلبل از تمبلتس، يبقى دي معانا. طيب يا ترى enable tension caused by unwinding to be released. انا مش فاهم يعني ايه tension. طب لو مش فاهم يعني ايه tension سيبها دلوقتي مؤقتا. سيب دول مع بعض بي وسي. طب نتنقل على السكند كولم توبو ايزوميريز على حسب ما قال الرول بتاعه. prevents original strands reforming complementary base pairing. ده مش الدور بتاعه، الدور بتاع مين؟ بتاع ال السنجل ستراند بايندينج بروتين، هو اللي عمل منع الاوريجينال ستراندز ريفورمينج كومبلمنت ديسبيرنج، بعد ما انفصلوا يمنع انهم ريجوين تاني. زي كده عمل لهم ستابلايزنج، يبقى ده مش دور التوبو ايزوميريز. طب بريفنس اوريجينال ستراندز ريفورمينج كومبلمنت ديسبيرنج، اه تنفع. زي كده بريفنس اوريجينال ستراندز، سوري انا اسف، ايوه prevents original strands reforming complementary base pairing maybe عن طريق it breaks and rejoins the DNA strands. طب mix strands available as templates، ده مش دوره، ده دور مين؟ ده دور الهيليكيس، يبقى ما تنفعش سي خالص. طب نكمل كده. enable extension caused by unwinded to be released. التوبو ايزوميريز يخلي فعلا طالما ما عملش wind مع بعض يعملهم releasing. دي معناها كده، يعني ايه releasing؟ يعني يبعدوا عن بعض، يبقوا far apart. يبقى هنا تنفع enable extension في دي. نشوف single strand binding protein. احنا سيبك بقى من ايه خالص، enable extension caused by unwinded، ده مش دور، ده دور مين؟ التوب isomerase. makes strands available as templates، دور الهيليكيس ما ينفعش، وهنا ما ينفعش. adds DNA، ده دور الـ DNA polymerase enzyme. prevents original strands reforming complementary base pairing، yes. طيب DNA polymerase بقى يعمل ايه؟ adds DNA nucleotides to the three end of the growing polynucleotide strands. طبعا زي الفل، مظبوط، يبقى الانسر اوكي. طيب نشوف كده مع بعض semi conservative experiments. دي أسئلة كتيرة كلها تشبه لبعضها، كلها بتيجي في الإكزامز باستمرار في الفارينس المختلفة. أنا اخترت مجموعة منهم حوالي تقريبا خمس أسئلة بأفكار مختلفة، لكن نفس الأيديا. قبل ما نجاوبهم أفكركم بس بالسيمي كونسرفيتيف إكسبيرمنت كانت عبارة عن إيه. كل إكسبيرمنت اللي بيجي لك في الإكزام وهيجي لك يوم الخميس واحدة منها عبارة عن فلاسك، عبارة عن بكتيريا عايشتها في ميديم زي الإشيريشيا كولاي كلشر. N15 containing medium عايشتها في medium، في يوريا، في amino acids containing N15. N15 ده heavy isotope. طيب لما عاشت عملت جراف وعملت binary fission، جابت first generation many generations، قول مثلا 20 generations مره واحده. طب وبعدين ده ايه؟ خلاص اتعودت ان ال N اللي داخل في تركيب النوكليوتايدز كله من النوع N15، وبالتالي الدي ان اي بتاعها لما اعمل له اكستراكت واخد شويه بكتيريا من الجروينج كلشر دي واعملها سنترفيجيشن في جهاز السنترفيوج، يحصل ايه؟ باليت او يحصل رينج للدي ان اي سيبريتد ات بوتوم او نير ذا بوتوم اوف ذا تيست تيوب. ليه؟ لانه هيفي، N هيفي نيتروجين، هيفي ايستوب N15، وكل اللي دبل ستراندد الدي ان اي بتاع البكتيريا هيبقى N15 N15 هيفي دي ان اي. طيب عايشتها طول الوقت ده في ال N15 ميني جنريشنز لغايه ما ضمنت ان نسبه ال N14 تكاد تكون زيرو، يبقى هي خلاص N15 N15. نيجي بعد كده اخد شويه من البكتيريا من الكالشر دي وانقلها حياه ثانيه خالص N14، غيرت اللون اهو، يبقى ده كونتينينج جرونج بس فين؟ في N14. كل بكتيريا عاوز تعمل ريبليكيشن، بتعمل ريبليكيشن ازاي؟ سيمي كونسرفيتيف. طب ازاي؟ يتفصل الدي ان اي بتاعها تو سترينز واكت اس تمبلت، وتيجي تصنع النيولي فورمد بولي نيوكليوتايد جديد
اليونيفورم دي ان ستراند جديد صنعه من الماتيريال اللي فيها ان 14. اذا واحد من الكومبلمنتري ستراندز ريد اللي هو الان كونتيننج ان 15 والثاني بلو كونتيننج ان ايه ان 14. ده كده هايبريد. كده ايه هايبريد؟ الهايبريد ده ماله؟ ده كده فيرست جينيريشن ريبليكيشن فور وان سايكل معناها ريبليكيتس فور وان اور ديفايدز فور وان وان جينيريشن وبالتالي كل الدي ان اي كونتنت هايبريد. حلو، اخدها واعيشها تاني او مش اخدها نفسها يعني اخد بكتيريا تانيه من نفس الفلاسك واخليها تعمل سكند باينري فيشن سكند جينيريشن. ده كده؟ طيب ايه اللي يحصل؟ هيتفصل الان الان 15 تمام كده اللي كان موجود في الاول عن الان 14 صح كده؟ الان 15 اللي هو الريد اهو الريد الريد ده انفصل اهو بقى الناحيه دي ريد ماشي؟ يعمل نيولي ايه؟ نيولي ستراند من الان 14 في الميديوم اهو يكون هايبريد جديد. طيب يا ترى البلو هنا مش ان 14 ادي الان 14 لما يجي يصنع نيو ستراندز من الميديوم هيبقى ان 14. اذا ده ان 14 ان 14 هل ده هايبريد؟ لا ده بيور. هل ده هيفي؟ لا ده لايت. يبقى ده لايت دي ان اي وده يعتبر ميديوم او انترميديت دنسي تمام كده انترميديت دنسي. فنلاحظ ايه؟ تو تايبس اوف دي ان اي واحد فيهم هايبريد والتاني يعتبر ايه؟ يعتبر بيور. الهايبريد في الحقيقه هيبقى هيفير لانه كونتيننج ان 15 فينزل تحت يدي الباند دي. اكبر الرسمه بتاعتي اهي يدي الباند البيربل دي. طب واللايت يبقى فوق فلوتنج لفوق. ده كده السكند جينيريشن. لو اخدت خليت تعمل باينري فيشن لثالث مره في ميديوم كونتيننج ان 14 ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل حاجه مهمه قوي. ينفصل برضو كل واحد من ال DNA double helix into two strands. الستراند الريد يفضل ريد ويكون يونيفورم بلو والبلو يكون يونيفورم بلو والبلو من هنا يكون يونيفورم بلو والبلو تاني يونيفورم بلو. البلو مع البلو يبقى N14 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 N15. وملاحظ ان N15 نسبته ابتدت تقل كتير. كام ستراند بير بير ستراندز؟ 1 ستراند ريد اوت اوف 8 يبقى 1 اوفر 8 1 اوفر 8. بيجي لك الاسئله متنوعه متنوعه تشوف الجنريشن اللي انت وصلت له كام. هنا كان كام؟ هنا 100% ان 15 ان 15. طب هنا 50% هيفي و 50% لايت صح كده؟ طيب هيفي مع لايت يعني بتكلم على ستراندز يدي هايبريد والهايبريد ده البوزيشن بتاعه ما يبقاش في البوتوم زي ده يعلى شويه لفوق اهو. طيب لما يوصل سكند جينيريشن عطالك ايه؟ عطالك واحد هايبريد يعني كده هيفضل مكانه في نفس المكان البيربل ده هو نفس المكان ده ودول لايتست لايتست يطلعوا لفوق شويه. طب كم ستراند ريد من اوت اوف 4؟ 1 اوفر 4 1 ريد اوفر 4 كده 1 اوفر 4 يعني كوارتر يعني 25% من السترانز والباقي بلو يعني 75% من السترانز. انا بتكلم عن السترانز. طب هنا لو اتكلمت على المولكيول برضو كوارتر مولكيول يعتبر هايبريد كوارتر 25% كوارتر صح كده وهنا 75% يعتبر بيور ان 14 ان 14. ادي فكره الاسئله المختلفه علي اعرف انهي جنريشن بالظبط اللي انا وصلت له على حسب السؤال. دي حاجه انا شفت كده بالتست تيوب الليفل بتاع كل ايه كل رينج من دول او كل باند من دول طبعا بيساعدني فيها تريسنج براديو اكتيف ايسوتوب عشان كده تديني كلرنج لي الدي بتشافش غير بان انا اعمل تريسنج بحاجه راديو اكتيف زي سيزيوم كلورايد مثلا سيديوشن. طيب المهم قال لك ايه بقى؟ قال لك لما يكون هيفي لو انا صورت الكلام ده بعد حطيته على جل وحاجه اسمها الكتروفليسز مش علينا المهم اشوف كده الفوتوغراف اللي بيمثل لك الدي ان اي باند الموجوده في التست تيوب موجوده فين؟ ادي ار التست تيوب اتخيل ان دي الار تحت ناحيه دي البطن فدي الايه؟ الباند اللي هي ان 15 ان 15 قريبه من البطن. طب الناحيه دي كده بعدنا عن البطن بقينا هايبريد. طيب بعد كده الجنريشن اللي بعديه شويه بقوا هايبريد وشويه بقوا لايتست اللي هو المنظر ده
في هايبريد اهو واخد البوزيشن ده ها ولايتست الناحيه دي. طب بعد كده ها نسبه الهايبريد تقل جدا تبقى فينت اهي الحته دي فينت قوي مش باينه تقريبا في الصوره دي نسبه ايه سوري نسبه ال N15 تكاد ما فيش مكانها لكن في منطقه هايبريد اهي ومنطقه ايه ومنطقه لايتست اريا اهي ده الثكنس ده كله ليه 75% يعتبر لايتست و 25% يعتبر هايبريد N15 N14 ادي الفكره بتاعت السؤال ادي الدينستي الثري لاينز دول بيمثلوا ايه يا شباب بصوا اوريكم يمثلوا ايه لحظه كده معايا سوري يمثلوا الشكل ده يمثلوا ايه بالريد بن مثلا او بلو بن يمثلوا هنا اللاين ده ان 15 ده كده 15 ده كده ده 15 وده 15 اللي في النص يعني هايبريد ده 14 بس لما ابتدينا بدايه الكالشر كنا N15 فكانت الدنسي ناحيه شفتت ناحيه مين كده طب لما يكون فيرست جنريشن في ميديم كونتينج N14 يبقى في الميديم بالظبط طب لما يكون سكند جنريشن برضه في N14 هيدي لك نفس البيك عند N15 N14 والبيك جديد عند N14 اللي هي البيك دي طب لما يجي الثيرد جنريشن ما الاقيش حاجه خالص في ال N15 N15 لكن قال اديك صغيره برسنتج صغيره تمثل N15 N14 وبيك اعلى بكتير اللي هي 75% اللي هم دول كده يمثلوا اللايتست بانز من الدي ان اوكي طيب دي البرنسبل لكل الاسئله الخاصه بالميثيل سوم ستار طيب تعالوا بينا ناخد الاسئله الحقيقيه ايه اللي جه في الاكزامز قبل كده ونطبق عليه قال لي ايه يا شباب؟ مثل سون ستال انفستيجيتد دي ان بكتيريا، they grew bacteria in medium with only heavy nitrogen N15 until all of the bacterial DNA contained only heavy nitrogen يعني N15. This bacteria were then moved from heavy nitrogen medium and cultured in medium with light nitrogen N14. Some bacteria were collected from each of the next three generations. Each three generations, first generation, second generation, and so on. And their DNA was analyzed. Hybrid DNA contains both heavy and light mineral type, which shows the correct DNA of the first and third generations. The other first generation can be good for medium, N15, the several generations. Hop, we're going to go to the first generation. Thank you. ابتدينا على نظافه في ال N14 يبقى كل الدي ان اي هايبريد يبقى الانسر A اور B. ده الفيرست جنريشن كله هايبريد. طيب الدي ان اي اوف ثيرد جنريشن. ثيرد جنريشن يدي هاف هايبريد وهاف لايت. ها هاف هايبريد يقف عند نفس المكان وهاف لايت. طبعا لا. هقول لكم ايه لا. الثيرد جنريشن 1 كوارتر هايبريد. وثري كوارترز لايت يبقى الانسر بي نبص على المنظر اللي هيجي دلوقتي اهو ده جنريشن زيرو ده كان N15 15 يبقى ده 15 15 ها 15 14 ده كده ايه هايبريد والهايبريد ده يعتبر 15 14 وده 15 14 اهو ده كده فيرست جنريشن بعد كده ها 15 14 ده 14 ده 14 وده 14 وده 14 والاكستريميتي ده 15 وده 14 كام واحد يا اولاد 15 كسترانز 1 ستراند سكند ستراند 2 اوت اوف 8 ستراندز لو سالك على الستراندز طب كم مولكيول هايبريد ده مولكيول هايبريد وده مولكيول هايبريد يعني 50% هايبريد و 50% بيور N14 يعني لايت يعني 2 هايبريد واثنين لايت. طيب هنا هو ثيرد جنريشن بص كده. هنا هل برضه 50 50؟ لا. تو مولكيولز ده مولكيول وده كده مولكيول في الاكستريمتي. تو مولكيولز اوت اوف كام؟ اوت اوف 8. تو اوت اوف 8 معناها كام؟ 1 اوفر 4 معناها كوارتر 25%.
25% ايه؟ هايبريد. هايبريد. وبقيه 75% اللي هم دول كلهم يا اولاد يعتبروا ايه؟ يعتبروا بلايتست. يطلعوا لفوق فلوتس. تمام كده؟ نيجي جنريشن فورس جنريشن. يا يبقى فورس جنريشن معناها عندك 16 سترانز. 16 سترانز منهم 2 بس هيفي ان 15 الناحيه دي وان 15 الناحيه دي. يبقى 2 out of 16 معناها 1 over 8 معناها ايه يا اولاد؟ معناها تقريبا تعتبر 12.5% بس. ده لو جالنا الفورس جنريشن بس. فهمنا القصه خلاص. طيب نبص بقى السؤال. اول هايبريد في الفيرست جنريشن. اه اهو ده الفيرست جنريشن اول هايبريد. انت ومغمض. طيب يا ترى نيجي بعد كده ثيرد جنريشن. نفوت الفيرست والسكند وده الثيرد. الثيرد جنريشن اهو هو تحت ايديا ماله؟ كوارتر هايبريد اهو 2 اوت اوف كام؟ 2 اوت اوف 8 يبقى كوارتر. طيب 3 كوارترز لايت. يس 3 كوارترز اللي هم 6 اوت اوف 8. 6 يا اولاد اوفر 8 كانها ايه؟ كانها 3 اوت اوف 4 صح كده؟ ادي فكره السؤال. قيسوا على كده كل الاسئله تقريبا بنفس الطريقه، تختلف حاجات بسيطه. نشوف برضو مثل سنستال انفستيجيت الدي ان اي بكتيريا. ما فيش داعي نقرا كتير لكن نقرا هنا اهوت. اه ده سائل بتيبر جديد. Which row shows the percentage of light DNA strands؟ كام strand light؟ كام strands يعتبروا light؟ And the percentage of hybrid DNA molecules in the first generation produced in the medium containing light nitrogen and N14. بص يا ولاد معايا. الجايد كي ووردز بتاعتك هي strands من النوع light وhybrid لكنهم molecules. دي الجايد بتاعتك. يا ترى قال لك كام first generation؟ بيسألها first generation. medium containing N14 for the first generation. يا ترى percentage of light DNA strands تبقى كام؟ يا ترى first generation the light strands يعتبروا 50% light. صح كده؟ يبقى الانسر B or C. اهي. يا ترى انا جايب صوره هنا؟ لا مش جايب، يبقى نبص على الصوره اللي فاتت. كام light strands؟ ادي light وادي light. 2 out of كام؟ of 4. يبقى بيتكلم على strands، يبقى 2 out of 4 معناها 50% strands are light. طيب نشوف كده. 50% strands are light. percentage of hybrid molecules. percentage of hybrid. ما الهايبريد اللي فات ده في الصوره اللي فاتت كان ايه؟ كان ده هايبريد وده هايبريد، يعني 100% يا اولاد كلهم هايبريد في الفيرست جنريشن. فهمنا الفكره؟ يبقى هنا الانسر لابد انها تكون 100، يبقى الانسر سي. اتفقنا يا شباب؟ اسئله سهله خلاص طالما فهمت الفكره بتاعتها. السؤال اللي بعدي برضه كالتشر اوف ميديم. مش مهم القصه الطويله دي، عرفناها تعالوا على التيبل، لكن انت مضطر في الاكزام تقرا كل حاجه لربما يبقى في اختلاف في بعض الستيتمنتس، لكن عشان اختصار الوقت بتاعنا. After dividing once يعني في first generation. وافتر ديفايدنج توايس يعني سكند جنريشن. بعد فيرست باينري فيشن وبعد سكند باينري فيشن، يا ترى النتائج ايه؟ قال لك هنا اتعاملنا بالتست تيوب. تست تيوب هنا فيها الام. الام ده ان كام؟ ان 15. ان ايه؟ ان 15. صح كده؟ ده في البدايه. رحنا خدنا البكتيريا اللي موجوده في الفلاسك وعيشناها فين؟ في ان 14. وبعد كده سيبناها تعمل باينري فيشن وانس وخدنا سامبل منهم وعملنا اكستراكت للدي ان اي وشفنا الدي ان اي هيدي لك كام باند في التست تيوب في سيزيوم كلورايد سوليوشن. صح كده؟ يا ترى هرسمها ازاي؟ ها كلهم هيبقوا فين؟ كل ده يتنقل ملهوش وجود، بدل ان 15 وان 15 ينفصل التو سترانز عن بعض وكل ستراند يكون ايه؟ يكون نيو ستراندز من الان 14. يبقى ده ان 14 وده يكون ان 14. صح كده؟ والاثنين دول يعتبروا هايبريد، والاثنين دول مع بعض سترانز دول هايبريد، يبقى مكانهم هنا في المكان ده عندي ال. يبقى كل السترانز او كل المولكيولز اوف دي ان اي تبقى فين؟ لاي ات ال. يبقى اول ات ال.
انت ومغمض. خلاص عرفنا. طب يا ترى الجينريشن اللي بعديه شويه يفضلوا مكانهم كهايبريد، صح كده؟ كهايبريد اللي هم اللي كانوا على الاكستريميتيز، وشويه يطلعوا لفوق. ده في السكند جينريشن. بص على الصوره يا اولاد المعبره اهي، ها سكند جينريشن دول يبقوا هايبريد مكانهم، كان كده في نص التست تيوب تقريبا. دول يطلعوا لفوق في ليفل اعلى، يطلعوا لفوق في ليفل اي اعلى. نشوفها كده مع بعض اهي، ليفل اعلى. قال لك ايه هنا؟ هاف ات كي اند هاف ات ال، شويه عنده كي شويه عند اي ال. ده المنظر ده فين؟ بعد توايس، افتر توايس، يبقى الانسر سي. نكمل كده يا شباب مع بعض. هي نفس الافكار. Two sets of bacteria were grown using different types of nitrogen containing rock medium. المهم برضه N15، وسبناها وعيشناها وضحكنا عليها في الN15 فتره من الوقت لغايه ما بقت كل الدي ان اي كونتنت الخاص بالبكتيريا N15 heavy. اهو heavy في مكانه هنا at bottom. طب وهنا اللايت ات اي نير السيرفس. حلو قوي. طب وبعد كده بكتيريا وذ ان 15 ليبل دي ان اي وير ترانسفير تو ميديم كونتيننج ان 14 اند الاود تو ريدوس وانس. انا يهمني وانس وتوايس وايه ترايس والحاجات دي. ذا دي ان اي اوف ذا نيو جنريشن، نيو جنريشن الفيرست جنريشن اوف ذيس بكتيريا ووز اكستراكتد اند سنتفيوجد. يا ترى قال لك ويتش تيوب شوز ذا بوزيشن اوف دي ان اي فروم ذيس new generation of bacteria. ها هيبقوا فين؟ فيري جنريشن هيبقى دي. ليه دي؟ كلهم هايبريد N15 N14 بدل ما كانوا تحت ار التست تيوب بيطلعوا لفوق هنا شويه. يبقى هنا ايه؟ ده الانسر دي هايبريد. كل المولكيولز اوف دي ان اي ار هايبريد 100% هايبريد. طب الـ number of heavy strands 2 والـ number of light strands 2 والـ ratio ما بين الـ light والـ heavy strands 1 to 1. اوكي؟ يسألني زي ما هو عاوز، أنا فهمت القصة خلاص. برضو سؤال آخر، أعتقد ده آخر سؤال في الموضوع ده. The bacterium Escherichia coli divides once every 50 minutes at 36 Celsius. Escherichia coli 0 ده 0 إيه؟ 0 time لسه في الفلاسك الأولاني. اللي هو N15، صح كده؟ طيب قال لك ايه؟ Some bacteria were collected after each three generation. After each of three generation. ماشي. Their DNA was extracted and centrifuged heavy and light. The diagram shows the possible position. المهم السؤال which proportion of the DNA of the sample taken at 150 ده كده first generation. The second. The third. Generation. ده معناه كده؟ طيب قال لك ايه؟ which proportion of the DNA of the sample taken at 150 minutes will be at the upper position؟ البروبوشن اللي وصلت للأبر كام؟ نختار ايه؟ البروبوشن of the DNA of the sample taken 150. بصوا يا ولاد معايا حاجة حاجة ده الهايبريد خلاص N15 سلاش 14 صح كده؟ طب ايه رأيكم؟ هيفضل هنا في كده المنظر ده برضو 15 14 هايبريد والباقي يطلع فوق 14 صح كده؟ طيب نيجي نتنقل الناحية دي، الناحية دي اللي هو ثيرد جنريشن برضه شويه يبقوا فين؟ شويه هنا برضه هايبريد صح كده؟ وهنا 14 ونكمل هنا 14 ايه ده ما اختلفناش يعني؟ اقول لكم ليه ما اختلفناش؟ هو عاوز ايه؟ عاوز برسنتج نسبتهم قد ايه؟ اعرفها ازاي؟ اعرفها مش بدرونج بتاع اللي قدامنا، امال بدرونج ازاي؟ درونج ده برضه اعملها بالبنسل ونشوفها اللي هي دي. أنا عاوز إيه في ثيرد جنريشن؟ ثيرد جنريشن البرسنتج قد إيه اللي وصلت أت توب؟ أت توب أوف تيست تيوب أت توب. بص يا ولاد معايا هنا أهو ده ثيرد جنريشن N15 14 هايبريد N15 N14 هايبريد. إحنا
احنا قلنا 2 out of كام of 8 molecules يبقى quarter موجودين كهايبريد و 3 quarters موجودين ايه at top 3 quarters يبقى كان هنا هوت لو بصينا على الصورة الأخيرة المنظر هتبقى هنا 50% هنا hybrid و 50% A light ده في second generation طب third generation لأن طلب مني time ده يبقى third generation quarter هيفضل هنا و 75 هيطلع فوق يبقى percentage اللي موجود عند الأبر عند الأبر portion أو position هي 75% يعني كده طب أنا مش فاكر ومش فاهم خلاص أعمل كده ببساطة ده 15 15 ارسمها كده بالبنسل لغايه ما اوصل ادي 15 15 بعد كده ابعد ال 15 دي عن ال 15 دي واحط هنا 14 واحط هنا 14 دول الهايبريد ده الفيرست جنريشن 100% هايبريد تحطه هنا هل في بند فوق؟ مفيش حاجه تطلع فوق نيجي بعد كده السكند جنريشن ابعد ده عن ده وابعد ده عن ده ادي كده 1 ستراند ادي سكند ستراند ادي 3 ستراند ادي 4 ستراند كل واحد يكون ايه نيولي فورمد وليكن بلون اخر كان المفروض ابتدي باللون الاخر من الاول اهو 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 طيب الون من الاول برضو خلينا ده ال 14 الجديد كده يبقى ده 14 و14 كل الريد يا اولاد 14 ماشي طيب لما انا بعت دول برضو ده يعتبر 14 وده 14 مين ال 15 ادي 15 ادي 15 بلو بلو يبقى ده هايبريد ده هايبريد حلو قوي 100% 100% يجي بعد كده نفس البلو اللي هو 15 انا 14 اهو ده انفصل ده يكون ايه من الميديم الجديده ان 14 اهو الريد ها طب ال ان 14 ده يكون ايه ان 14 زيه طب ال ان 14 ده يكون ايه ان 14 زيه and so on اخر واحد اللي هو ان 15 يكون ان 14 اصبح دلوقتي 50% دول كده ده مع ده يمثل ايه 50% هايبريد يفضل مكان الحته دي و 50% يعتبر لايت يطلعوا فوق يبقى ده 50% و 50% ده كده سكند جينيريشن طب الثيرد اللي سالنا عليه ابعد البلو نبعد كده البلو مع بعض ادي البلو فين نبعده خالص اهو بره خالص بس هضطر ارسم كام ستراند 16 ستراند معلش طويله علينا شويه لكن مضطرين نعملها ها كلهم ريد بقى ادي اول مولكيول ادي كده سكند مولكيول كده ثيرد مولكيول كده فورث صح كده كده فيفث كده سكسز كده سيفنسز اوكي كده ايه حلو قوي 1 2 3 4 5 6 7 8 الاثنين دول 2 out of 8 يعتبروا ايه يعتبروا هايبريد يعني كام 2 out of 8 معناها كوارتر هايبريد وكوارتر معناها هنا يبقى هنا 25% صح كده طب يبقى لك مين يبقى لك كل الريد دول بيور ستاندز ان 14 كان كده يوصلوا بنسبة 70% من السامبل الموجودة. أدي فكرة السؤال يا أولاد. أعتقد كده ناقشنا الإكسبيرمنت الخاصة بالسيمي كونسرفتيف ريبليكيشن بكذا فكرة. أوكي؟ طيب نشوف بقى مع بعض. يمكن أعتقد ده آخر سؤال فيهم. ده آخر سؤال. مستر سامي الأستاذ مش عارف إيه نفس القصة. طب ما نشوف التيبل على طول. طب هو طالب إيه؟ سيكونس أوف إيفنتس لما كنا بارنتال جنريشن ليبلد إن 15 لسه مرة. في الميديم الاصليه كان 100% هيفي ماشي 15 بعد كده نقلناه لللايت فطلع ميديم الريلاتيف ماس اوف ذا ميديم دينسي صح كده؟ ميديم كام في الميه ميديم 100% طيب السكند جنريشن جروث ان 14 50% ميديم يفضل مكانه و 50% يطلع للابر بورشن كده بالمنظر ده هنا شويه يفضلوا هنا وشويه يفضلوا يعني 50-50 حلو قوي 50-50 دي نكمل كده مع بعض ده في السكند جنريشن يا اولاد قال لك هنا which rule explains the relative mass of the DNA in the second generation grown in N14
relative mass. كلمنا عن mass. قال لك 50% medium DNA molecules. DNA molecules. Strand 1 only N15. في second generation مش ده second generation؟ medium light. طيب medium DNA molecules. medium هنا ده medium M. صح كده؟ طب وهنا ده light. لايت لو خدت انت 50% medium DNA molecules medium molecules اللي هي hybrid N15 N كام N14 عندها كام strands عندها 2 strands هي strand 1 N15 صح طب strand 2 N14 تمام نيجي بعد كده عند اللايت molecules اللي هنا دي اللايت molecules الموجودة هتبقى كام N14 وخلص كده الموضوع N14 تمام يبقى الانسر ايه واضح يا شباب ادي فكره السؤال ينفع يكون الميديم N15 ده هيفيست باند هتبان لك هنا المفروض ما طلعتش صح كده and so on البروتين سينثيسيس ناخد الاسئله بتاعته اسئله جميله ممتعه وده اخر جزء من التوبيك مع الميوتيشن The table shows three anticodons for different amino acids. And the amino acids will anticodon on a tRNA, طبعا. tRNA. بيخص tRNA. Alanine, CGU, histidine, serine, and so on. Which DNA template on the DNA template strands codes for the amino acid serine? هذه السيرين أهو أشاور عليه. ده سيرين ده انتيكودون على تي ار ان اي طب ما احنا متعلمين ادي تي ار ان اي بابا مين صديقه مين الام ار ان اي نفس العيله مين بابا ار ان اي بابا مين الدي ان اي بيسموا الدي ان اي كود تريبلت كود بيسموا الام ار ان اي تريبلت كودون بيسموا tRNA تريبلت انتيكودون دي المسميات بتاعتنا طيب لو خدت انا tRNA هو ده UCA ادي UCA طب الmRNA بتاعه هيبقى complementary بالهيدروجين بوندز complementary اليو يقابلها ها يبقى A براف C يقابلها G تمام والA يقابلها U ما تنسوش ار ان اي وار ان اي ما فيش تي في يو بس نيجي عند الدي ان اي ها الاي يقابلها برافو تي والجي يقابلها سي واليو يقابلها اي اذا التريبلت الموجود على الدي ان اي في الجين ده اللي يمثل السيرين لو ترجمناه بعد ترانسكريبشن وترانسليشن يطلع لك في الاخر سيرين في البولينيكليوتايد تشين هو عباره عن تي سي اي يبقى الانسر تي سي اي فين تي سي اي اهو يبقى الانسر بي ده بيسالني على امينو اسيد طيب سؤال شبيه بيه ممكن ما اقولهوش حلو انت بنفسك بس هنا سالني على هيستيدين فين هيستيدين اهو نفس الفكره ده انتي كود ها انتيكودون يبقى جي يو اي يقابلها فوق صديقه مين الكومبلمنتري معاه سي اي يو ها في الدي ان اي كتريبلت جي تي ها اي يبقى جي تي اي ده اللي موجود في الدي ان اي يبقى هنا قال لك which correct دي ان اي تريبلت كود موجود على الاوريجينال دي ان اي تمبلت اللي انا لو عملت ترانسكريبشن من التمبلت ده يطلع لك في الاخر هيستيدين في المكان ده يبقى جي تي اي فين جي تي اي او جي تي اي بالانسر سي اوكي اسئله سهله طب نكمل كده مع بعض what occurs during each of the DNA replication and transcription and translation yeah replication transcription و translation ATP provides energy طبعا ATP واحدة من مصروفات الـ ATP اللي استعملها في الريبليكيشن في الـ Activated Nucleotides وقت بعمل إيه؟ Newly formed DNA strands وفي الترانسكريبشن لما أعمل mRNA
واعمل ار ار ان اي واعمل تي ار ان اي، كل انواع الار ار ان اي بتنتج ازاي بترانسكريبشن، كلها محتاجه انرجي. الترانسليشن لما اعمل ترانسليشن باي رايبوسومز للام ار ان اي واطلع بولي نيوكليوتايد تشينز كده، سوري بولي بيبتايد تشين اللي هي بروتين، ده ترانسليشن محتاج انرجي. كوندنسيشن رياكشنز اوكرز تو فورم بوليمر، انا وبعمل كوندنسيشن ريموفال اوف ووتر وبعمل بوندنج ما بين الادجيسنت مونيمرز، انا في الحقيقه بعمل انفستمنت ب فورميشن اوف بوندز، يعني بصرف انرجي، بصرفها منين؟ من الاي تي بي، صح كده؟ بصرفها الاي تي بي. طيب هسأل سؤال، دي ان اي ريبليكيشن، هل لما اعمل ريبليكيشن مش بعمل بولي نيوكليوتايدز؟ بعمل ترانسكريبشن بعمل بولي نيوكليوتايد من ار ان اي بانواع مختلفه، لما اعمل ترانسليشن بولي بيبتايد يبقى كوندنسيشن رياكشنز اوكر تو فورم بوليمر، ده مشترك ما بينهم هم الثلاثه. بوليمر في كل حاله هينتج بوليمر، هنا اسمه دي ان اي، والبوليمر بتاع ترانسكريبشن اسمه ار ان اي ايا كان اسمه، ار RNA أو tRNA أو mRNA أو translation بكون بروتين. طيب يبقى دي معانا ودي معانا. Hydrogen bonds formed between purine and pyrimidines. Replication في base pairing. Transcription في base pairing. إن أنا بكون mRNA أو أي نوع من أنواع الRNA. وtranslation بعمل codon anticodon. كودون على الام ار ان اي وانتي كودون على تي ار ان اي، في بيس بيرنج ما بين البيورين والبيرمدين بيس، يبقى 1 و 2 و 3 معانا يا اولادي بالانسر ايه. اوكي طيب، فولوينج ترانسليشن ذا الفا بوليبيبتايد تشين اوف هيموجلوبين والفا جلوبين اندر جوز موديفيكيشن، during this modification the first amino acid is removed. ده اللي هو البروسيسنج او الموديفيكيشن عن طريق جولجي ابريتس، الفيرس امينو اسيد من الالفا جلوبين طيرناه بجولجي ابريتس، ليفينج 140 امينو اسيدز، دول كافيين جدا عشان اصنع الالفا جلوبين، هم دول الالفا جلوبين. طيب هاو ميني نيوكليوتايدز داز ذا جي ينقل كودينج فور الفا جلوبين؟ نصيحه يا شباب، اي حاجه فيها ارقام في الدي ان اي اعملوها بالرسم بالبنسل بتاعك. ارسمها ازاي؟ ببساطه، هو انت عندك الفا جلوبين بيكون من 141 امينو اسيد، صح كده؟ طيب كانوا قبل كده عباره عن ايه؟ عباره عن تريبلتس على مين؟ تريبلتس على الام ار ان اي، يبقى ام ار ان اي طلع لك ايه؟ الام ار ان اي طلع لك بروتين اللي اسمه ايه؟ بروتين الفا جلوبين، صح كده؟ في كام؟ 141 امينو اسيد. كل امينو اسيد ده جه ازاي؟ جه عن طريق تريبلت من النوكليوتايدز، يبقى كل تريبلت يكون امينو اسيد واحد، صح كده؟ طب انت عندك كام امينو اسيدز في كل بوليبتايد؟ 141 تايمز 3 تريبلتس من البيسز الموجوده على الام ار ان اي، يبقى 3 يبقى 2 يبقى 4، صح كده؟ طيب 4 to 3 دول لكل ايه؟ السنون دي اللي هي تريبلت بيس بي البيسز موجوده ككودونز على الام ار ان اي. طب هو قال لك قبل كده ايه؟ قال لك اصلا بعد ما صنعنا الفا جلوبين وكان رو، عديناه على مين؟ بعد بروتين سينثيسز وبعد ترانسليشن عديناه على جولجي، صح كده؟ جولجي راح مقصقص 3 امينو اسيدز. طب ما دول اصلا من ضمن مكونات الام ار ان اي المفروض، صح كده؟ يعني في 3 اكسترا كانوا موجودين يشكلوا ميثيونين مثلا، شالهم جولجي ابريتس، صح كده؟ طب دول في الجين يبقوا موجودين ولا مش موجودين ككود؟ موجودين في الحقيقه. يعني هضيف للرقم ده 4 to 3 بلس 3 ايكوال 4 to 6. هذه الفكرة. هنا خدت معلومة، كل معلومة ليها ثمن في كامبريدج، ليها ثمن، ثمنها درجة. ايه الدرجة دي؟ جت ازاي؟ ان 3 فيرس امينو اسيد بتقص، يبقى ليه كان تريبلت كود على الدي ان اي، تمام كده؟ ما بانش ليه في البولي بيبتايد تشين اللي هي الفا جلوبين، لان احنا عدينا بعد ترانسليشن عدينا على جولجي ابريتس يا شباب، وجولجي ابريتس قام بالواجب وقصقص الفيرس امينو اسيد،
طب الدي ان اي هل اتقص منه حاجه؟ طبعا لا. يبقى هضيف 3 دول على ال 4 to 3 يطلع لك 426 letters او nucleotides موجوده على الدي ان اي. الانسر يبقى اتش. اوكي؟ وقيسوا على كده الانسولين نفس الكلام، معظم البروتينز بتعدي على جولجي فور موديفيكيشن وبقصقص للفيرست امينو اسيد. طيب length of double stranded DNA contains 100 nucleotides. Length of double stranded يعني ايه double stranded؟ يعني كده خطين، ترسم في الاكزام خطين كده. اه ارسم. Contains ايه؟ 120 nucleotides. الاثنين يمثلوا ال 120 يعني هنا 60 هنا 60. مالكش بسبيرنج، قال لك nucleotides يعني هنا nucleotide هنا يقابلها nucleotide، صح كده؟ يبقى هنا 60 و 60 دول ال 120. And the codes for section of polypeptide. ده يصنع لك، يصنع لك ايه؟ واحد من الستراند يعتبر سنس او تمبلت يطلع ام ار ان اي. ام ار ان اي معناها سنجل ستراند اهو. النتيجه ايه؟ النتيجه what is the maximum length of this section of polypeptide؟ ال 60 دول خلاص مالناش بقى علاقه باللي فوق. 60 دول يتوزعوا كليترز، 60 لترز نيوكليتايدز هنا يقابلهم برضه 60. كل 3 منهم يمثلوا ايه؟ امينو اسيد. طب عندك 60 ديفايد 3 يطلع كام؟ يطلع 20 امينو اسيد. يطلع الانسر 20. فهمت يا شباب؟ علشان اسئله الدي ان اي لازم تتخيل ولازم تفهم يعني ايه؟ ده دبل ستراندد يعني خطين. ده طوله او كونتينز 120 نيوكليوتايدز متوزع على 2 ستراندز، ستراند 1 وستراند 2. انت عندك على الورق ينفع ده اعمل منه ام ار ان اي وينفع على الورق اعمل منه ام ار ان اي، لكن حق او حقيقي براكتيكلي او اكشولي واحد بس اللي هو سنس ستراندز هو اللي بيصنع منه، يصنع منه الام ار ان اي. طب الام ار ان اي طوله بنفس طول الجين. لو هنا 60 يبقى طول الام ار ان اي 60 نيوكليوتايدز، صح كده؟ وبعد كده ديفايد 3 عشان يطلع لك الامينو اسيد فورمات في البولي بيبتايد شين اللي هتتكون. سؤال اخر هنا، السؤال ده سؤال كويس جدا. The diagram shows the stages in production of part of polypeptide. DNA nucleotide sequence, template strand, the template. Template. mRNA sequence اللي صنعنا منه ال mRNA هو ده template ده. طلع لك mRNA. بعد كده sequence بعد translation مثيلين السيمبلز ليوسين الانين and so on. Which features of triplet code is illustrated by the information given؟ يا ترى ايه الترند او ايه الايديا اللي انا افهمها؟ افهم كده لما يجي لك حاجه زي كده اقسم الموضوع. ايه رايك هنا؟ تريبلت، تريبلتين، كام تريبلت؟ 4 تريبلتس. ميثيونين ده الاولاني، اي يو جي ده محفوظ، اي يو جي ستارت كودون ميثيونين. طيب سي يو جي ليوسين، يو يو اي ليوسين برضو معقول؟ معقول يبقى ليوسين؟ اه معقول جدا. هقول لكم ليه. طيب ان امينو اسيد كان بي كودد فور باي مور ذان 1 تريبلت، اه زي ليوسين ده. دي اللي انا اقدر افهمها من قصه السؤال. فعلا فعلا بعض الامينو اسيدز كودد باي مور ذان 1 تريبلت، اه ده تريبلت ده غير ده، ومع ذلك ده اسمه ليوسين ده هو نفس ليوسين. والتي ار ان اي هو وراح يعمل بروتين سينثيسز للسيكونس ده هيجيب برضه ليوسين، باختلاف الانتي كودون كمان هيجيب ليوسين. يبقى دي الانسر، ان امينو اسيد كان بي كودد فور باي مور ذان 1 تريبلت. نشوف كده الفكره بتاعتها ايه. الفكره بتاعتها في بيج اللي عنده كتاب ميري جونز او بي دي اف بتاعه، الصفحه دي مهمه جدا، فيها التيبل ده، التيبل ده من كتابك. بص التيبل ده، احنا عاوزين ليوسين. بص ليوسين فين؟ الليوسين، ليوسين، 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 ياه ده هو جاب لك اكزامبل مبسط، يا دوبك الاثنين دول بس، التو كودونز دول بس هم ليوسين. لا ده عندك 6 كودونز ليوسين. ازاي انت بتجمع وتقرا القرايه بتاعتك؟ افكرك بس ازاي تقرا عشان ربما يجي لك موديل في الاكزام بتاع يوم الخميس بالشكل ده. The first position U، اليو تاخد اليو second letter والليتر الاخير اللي هو الثيرد ليتر ياخد يو من هنا. يبقى يو 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 هجيب فينايل الانين. طب يو
يو سي هجيب فينال الانين. ايه ده الفينال الانين؟ الانين دي تو كودونز. طب يو يو اي يو يو اي يبقى ليوسين. طب يو يو جي ليوسين. ايه ده؟ ده معناها ان ربنا خلق لنا بعض الامينو اسيدز كودد على الام ار ان اي بديفرنت كود تريبلت. ليه؟ علشان يقلل من المستيكس او يقلل من الافكت اوف ميوتيشن. يعني حتى لو غيرت يا اولاد يو يو اي بيو يو جي، الامينو اسيد اللي داخل في البولي بيبتايد شين هو اليوسين، وبالتالي مش هيديني ديفرنت بروتين او ديفرنت انزيم، مش هينشا ديزيز. يبقى حصل ميوتيشن، حصل تشينج، غلطه في الدي ان اي جين، ومع ذلك نونسنس مش محسوسه وهاز نو افكت. ليه؟ لان وقت البروتين سينثيسيس بمعنى وقت الترانسليشن التي ار ان اي جاب معاه اليوسين، بغض النظر التريبلت اتغير ولا ما اتغيرش. وعندي كذا احتماليه 6 بوسيبيلتيز ان انا اجيب اليوسين بتغيير الكودون الخاص بالام ار ان اي دي تقلل الافكت. زي بالظبط انا دايما بشرحها كده بالعربي لما بقول مثلا كلمه اسد معناها بالعربي غضنفر ليث، صح كده؟ اسامي عربيه لو قلت الليث معناها الاسد، لو قلت الغضنفر معناها اسد، لو قلت ملك الغابه اسد. ايه ده؟ يعني انا وبتملى بعمل ديكتيشن كده وتمليت كلمه اسد هي نفس المعنى بتاع غضنفر، ما حصلش تغيير في المعنى بتاع الستيتمنت. نفس الكلام هنا، حتى لو اتغيرت بعض الليترز لبعض الكودونز احيانا لا ينشا عنها ديزيز. في حين السيكل سيل انيميا لتر واحد اتغير سبب كارثه، سبب مصيبه اسمها سيكل سيل انيميا. لتر واحد اتغير ليه؟ البروتين اتغير لان جبنا فالين انستيد اوف جلوتاميك اسيد، والنتيجه فايبرس بروتين اسمه سيكل هيموجلوبين بروتين، ما يقدرش يعمل كارينج اوكسجين زي الناس، ويغير الشيب بتاع ريد بلاد سيلز ويعمل دامج للفيسلز او دامج للفيتال اورجانز.